أهلا بكم مشاهدي برنامج قابل للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي لتلفزيون دبي. موضوع حلقة اليوم من برنامج قابل للنقاش هو ذكرى 3 لثورة ليبيا، والليبيون طبعا ينشدون إنهاء وإتمام الدستور وأيضا إتمام المرحلة الانتقالية. سيكون معنا ضيوف من بنغازي، من طرابلس، وهنا في مركز الأخبار بتلفزيون دبي. تابعونا الليلة الخميس الساعة 10:30 بتوقيت دبي، طبعا تابعونا على صفحة برنامج قابل للنقاش وتلفزيون دبي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى موقع مؤسسة دبي للإعلام.